وبالتالي الواحد سعيد، سعيد ان احنا ربنا كرمنا امبارح وقدرت تصل الى دور ال 16 او دور الثمانيه في كاس مصر، اللي لو كمل الحقيقه انا مش عارف لغايه دلوقتي. عايز اتكلم عن النقطه دي لانها نقطه مهمه جدا قبل بس ما اكمل كلامي او اخلص كلامي في الماتش امبارح. الماتش امبارح اثبت لنا ان ديانج واحد من اللاعبين الجيدين جدا جدا اللي لازم يبقى موجود دايما في الملعب، اثبت لنا ان بدر بانون لازم من اللعيبه الكويسه جدا جدا اللي بيبقى موجود في الملعب. على فكره الكلام ده احنا بنقوله دلوقتي، ما ممكن يبقى ديانج بعد ماتشين ثلاثه اربعه واحد تاني افضل منه فيلعب، وهي دي كره القدم. كره القدم دايما بتشوف فيها ان اللعيب اللي موجود واحد زي ديانج وماشي بشكل كويس جدا يفضل يلعب لغايه لما يبقى وحش، ولما يبقى وحش بيطلع وبيخش مكانه حد تاني. هي دي الكوره، وهو ده دايما الدبدبه اللي كان دايما المدربين يقول لك ايه، لازم يبقى في حد ورا رقم واحد بيدبدب في ظهره، بيدبدب في ظهره، فتسمع الصوت، فانت كرقم واحد في المكان اللي انت بتلعب فيه تبقى حاسس دايما بالقلق من اللي وراك، ولكن بتموت نفسك في التمرين اكتر، بتتعب اكتر علشان تفضل انت رقم واحد. هي دي كره القدم، او هو ده اسلوب الحياه داخل النادي الاهلي، ان عندك رقم واحد ورقم اتنين ورقم تلاته، والتلاته بالمناسبه في اي مكان، خد بالك كده لما تيجي تبص هتلاقي التلاته في نفس المكان قريبين جدا من بعض. فانا شايف ان الفتره اللي جايه هيحصل كده، ان لا عندنا اخطاء دفاعيه هنحاول نحلها من غير بعض التمارين التخصصيه الدفاعيه خلال الفتره اللي جايه، عندنا اهدار للفرص هنحاول نشتغل على موضوع اهدار الفرص من خلال التمرين، لانه التمرين الجيد هيوديك لمباراه جيده، محتاج ان انت تشتغل بدني شويه، هتشتغل بدني اكتر الفتره اللي جايه، وهو ده اللي ان شاء الله ان شاء الله تبقى الاستفاده من المعسكر القادم اذا تم الاتفاق عليه. هنقول لحضراتكم طبعا بشكل رسمي، انا دي كلها معلومات ولكن ليست بشكل رسمي، لو حصل المعسكر ده هيبقى فيه افاده كبيره جدا 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 للاعيبه النادي الاهلي اللي هيبقوا موجودين ان شاء الله في هذا المعسكر.